تزوج شخص بفتاة وأنجب منها 3 أطفال، ثم تبين أنها كانت قد رضعت من أمه مع إحدى أخواته التي تصغر عنه، وكان الرضاع مشبعا متكررا أكثر من 5 رضعات، وقد أخبر بهذا الرضاع أم الزوج وأم الزوجة، فما حكم الله في هذا الزواج؟ وما مصير هؤلاء الأطفال؟ وماذا يجب أن يتبع إزاء هذا الموضوع وهو تكتم هاتين المرأتين على الرضاع؟ ما دام قد ثبت الرضاع بشهادة أم الزوج وأم الزوجة، تبين أن عقد الزواج وقع باطلا، ولا حرمة في المعاشرة الجنسية لعدم العلم بالرضاع، والأولاد أولاد الرجل والمرأة لأنهم من وطئ شبهة، ويجب فسخ العقد رسميا كما ثبت رسميا، وهذا الحكم مبني على شهادة المرأتين إذا كانتا صادقتين، والله أعلم.